يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة فيها أخبار وكواليس كتيرة بتتعلق باستعدادات النادي الأهلي لمباراة الغد أمام المقصة في بطولة الدوري، بالتحديد في الجولة العاشرة. المباراة المهمة جدا بالنسبة للفريق في إطار سعيه نحو عودة هذه البطولة الضالة عنده لعب بطولات النادي الأهلي لموسم فات. إن شاء الله بإذن الله السنة دي تكون في الجزيرة من خلال الموسم يكون قوي. الأهلي ابتدى بشكل مميز جدا من خلال 6 انتصارات وتعادل وحيد، فبالتالي مباراة مهمة حتى لو في ظل ضغط المباريات والإجهاد اللي بيتعرض ليه الفريق بشكل واضح. فكواليس كتير جدا هنتكلم فيها وأخبار كمان تتعلق بالفريق قبل مباراة اليوم هنتطرق ليها بشكل مفصل، بخلاف يعني الجوانب المحلية والعالمية اللي هنتكلم فيها أيضا وأبرزها وكل كواليسها. بالتالي حلقة هتكون مهمة، لكن الأهم تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة اليوم، والسؤال بيتعلق بتوقعكم لتشكيل النادي الأهلي بكرة، وهل ممكن يكون في أي تغييرات أو تعديلات في التشكيل عن آخر ماتشين أمام الهلال السعودي والهلال السوداني ولا لأ. هناخد توقعات حضراتكم وتفاعلكم معنا من خلال الجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد، بعد ما تتواصلوا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام. لكن كالعادة البداية بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، الفريق يختتم تدريباته استعدادا للمقصة، بالتوفيق إن شاء الله. وموسيماني يعلن قائمة المباراة، هنقولها لكم بعد شوية. واخيرا صلاح ضمن التشكيل المثالي للجوله 26 بالبريمير ليج، واستحق طبعا. طيب النهارده في ماتشات قليله شويه، لان النهارده الاثنين يعني الماتشات بتبقى اكتر يوم السبت والحد، فالنهارده 2 ماتشات قليله استكمالا لبعض الجولات اللي ابتدت في مختلف الدوريات. فخلينا نبتدي بالدوري المصري. النهارده انطلاق الجوله العاشره من خلال ماتشين. الماتش الاولاني الساعه 5:30 ما بين المقاولين وسموحه، ماتش هيبقى حلو بالمناسبه. سموحه المنتشي بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل لا شيء، المقاولين اللي بيحاول يستفيق بعد يعني تواجد جهاز فني جديد كابتن محمد عوده ورحيل الكابتن عماد النحاس، فمباراه قويه يعني. الساعه 8 بالليل مباراه طلاع الجيش مع فاركو، برضه هتكون مباراه حلوه، الفرقتين كويسين بالتحديد فاركو. الدوري الاسباني النهارده مباراه وحيده ما بين سيلتا فيجو مع ليفانتي، والدوري الاسباني ابرز الاحداث اللي فيه هو فوز ريال مدريد 3-0 اول امبارح، وامبارح كمان فوز برشلونه 4-1 على فالنسيا في مباراه شهدت هاتريك لاوباميانج، منهم هدف يعني ما اعرفش ازاي اتحسب لاوباميانج بس مش مهم، اللي هو هدف بدري يعني. الدوري الايطالي النهارده ماتشين برضو، كالياري مع نابولي الساعه 8 بالليل، والساعه 10 هتكون مباراه بولونيا مع سبيزيا من ضمن المباريات المهمه في هذه البطوله. دي اهم وابرز المباريات في مختلف الدوريات. بكره طبعا احنا منتظرين مباراه الاهلي، هي المباراه الاهم بالنسبه لنا في بطوله الدوري خلال الفترة الحالية، وماتشات كتير جدا ورا بعض، بعديها مباراة أكثر أهمية طبعا في دوري أبطال أفريقيا وهي مباراة سان داونز، هنتكلم على كل تفصيل بس بعد الفاصل، استنوا. أهلا بحضراتكم من جديد. الأهلي استعد لمباراة الغد من خلال مران واحد النهاردة بعد ما كان في أجازة يومين بسبب ضغط الماتشات والإرهاق اللي عند اللعيبة. بصراحة في حلول برضو للتعامل مع الإرهاق ده. الأهلي ما شاء الله عنده دلوقتي يعني أجهزة حديثة جدا جدا للاستشفاء، فأكيد بتستخدم بالشكل المظبوط اللي يساعد اللاعبين في الاستشفاء وبالتالي يكونوا جاهزين للمباريات. لكن رغم كده برضو هيكون في صعوبات بسبب الكم الكبير من الماتشات في مدة قليلة، فالأمر صعب. فبالتالي النهاردة الفريق استعد من خلال مران، كان الساعة 12 الظهر، تدريبات كانت مش عايز اقول قويه لان مش قويه طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، كلها تدريبات خفيفه بالكوره، تدريبات برضو في الاطار الاستشفائي قبل مباراه الغد امام المقصه. بالمناسبه البعض ممكن يكون بيتكلم المقصه مش هي المقصه بتاعت السنين اللي فاتت، مش نفس الفرقه، تغييرات كتير، مش عارف ايه كلام من ده. الناس كانوا ماشيين كويس قوي بصراحه في كاس الرابطه، في تطور ملحوظ في ادائهم، فبالتالي الماتش صعب وصعب جدا مش سهل، فالحذر كل الحذر للاهلي ولاعبي الجهاز الفني من هذه المباراه. مهم قوي ان انت تواصل انطلاقتك المميزه في بطوله الدوري، انت كسبت 6 ماتشات متتاليه واتعادلت مباراه اخيره اللي هي المباراه 7 امام فيوتشر بنتيجه 1-1 على ما اتذكر،
فمهم ان انت تكمل، يعني بدايه كويسه بس مهم انك تكمل. بيرسي تاو بيشارك في التدريبات بشكل يعني جيد او كبدايه تدريجيه للمشاركه في التدريبات الجماعيه. عوده الشناوي امر مهم جدا جدا سواء للاهلي او لمنتخب مصر بكل تاكيد، افضل حارس في افريقيا، ده امر واضح للجميع. فبالتالي كلها يعني دوافع معنويه جيده للفريق في مرحله انت مهم ان انت تفوز في كل مباراه فيها، خصوصا مرحله تجميع النقاط سواء في الدوري او في دوري ابطال افريقيا. انت في الدوري عايز تتصدر وتفضل راكب المسابقه من الاول كده، لان بطوله الدوري بصراحه جمهور الاهلي مفتقده، مش متعود ان البطوله تبقى بره الجزيره، الزمالك وفق وفاز بيها الموسم الماضي. فبالتالي مهم قوي ان انت ترجع البطوله لمكانها الطبيعي، لان ده هدف اساسي عند كل جماهير النادي الاهلي وعند المنظومه الاهلاويه بشكل عام، ده امر مؤكد. دوري ابطال افريقيا انت برضو عندك اهداف مهمه قوي في الحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي، والمحاوله مره اخرى في تحقيق الهدف والطموح الاكبر بالوصول للمباراه النهائيه لكاس العالم للانديه. فبالتالي شغل كبير ودوافع كتيره موجوده عند اللاعبين. عايز اتكلم مع حضراتكم في بعض الاخبار اللي بتتعلق بالاهلي في مران اليوم تحديدا وقبل مباراه الغد امام المقصه. النهارده موسيماني اعلن عن قائمه، هقولها لحضراتكم، قائمه بتشهد غياب بيرسي تاو ومعلول وايمن اشرف ومحمد عبد المنعم، وهقول لحضراتكم الاسباب ايه بالنسبه لكل واحد. لكن خلينا نقول الاسماء الاول اللي موجوده في قائمه الفريق لمباراه بكره. اول اسم وده خبر سعيد لكل الاهلاويه هو عوده محمد الشناوي حارس مرمى الفريق عشان يكون مع علي لطفي اللي تالق على مدار الفتره اللي فاتت بشكل مميز، وايضا الواعد مصطفى شوبير، ده ثلاثي حراس المرمى في القائمه. خط الدفاع زي ما حضراتكم شايفين كده موجود رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ومؤكد الاثنين هيكونوا بشكل اساسي موجودين في المباراه بكره نظرا لغياب برضو ايمن وعبد المنعم وقبليهم بدر بنون. موجود كمان في خط الدفاع كريم فؤاد اللي ابتدى يعني يثبت اقدامه في القلعه الحمراء بعد المستوى الجيد اللي ظهر بيه في كاس العالم، محمد هاني اللي بيعود لمستواه المعهود، ومحمود وحيد، محمد اشرف، حمدي فتحي، نبتدي بقى في نص الملعب حمدي فتحي واليو ديانج، عمرو السوليه، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، محمد محمود اللي بالمناسبه المدرب سعيد جدا جدا بعوده مستواه بشكل مميز في التدريبات كخطوه اوليه نحو مشاركته في المباريات وان هو ياخد دقائق حتى في بعض المباريات في بطوله الدوري او حتى بطوله دوري ابطال افريقيا لانه مقيد افريقيا، فدي حاجه جيده جدا. طاهر محمد طاهر، لويس ميكيسوني الكلام كتير عليه وهنتكلم برضه على الجزئيه دي النهارده، احمد عبد القادر طبعا احد اللعيبه يعني احد اللاعبين اللي الناس مقتنعه بيهم جدا جدا كلنا في الحقيقه، مهارات ممتازه، محمد فخري، زياد طارق، حسام حسن، ومحمد شريف، دي قائمه النادي الاهلي في مباراه بكره. فان شاء الله باذن الله نتمنى لهم كل التوفيق ايا كان مين اللي هيلعب، في ظل احتماليه تعديلات في تشكيل الفريق بسبب الارهاق، ويعني هيبقى فيه روتيشن بشكل او باخر. اكيد موسيماني هو الادرى بالجزئيه دي، هو ادرى واحد ازاي هيتعامل مع ضغط الماتشات. النهارده كمان موسيماني حاضر اللاعبين استعدادا لمباراه المقصه من خلال لقطات فيديو بيقف من خلالها على نقاط القوه والضعف لفريق المقصه، وبالمناسبه ده خبر يعني بيبقى كل ماتش يعني ده الطبيعي، بيبقى شيء معروف ومهم ان لازم يكون في دراسه وفيه للفرق اللي بتقابلها في اي بطوله من البطولات، وده كان طبعا بعد ما الفريق خد راحه لمده 48 ساعه. الماتش بكره ان شاء الله الساعه 8 بالليل على استاد الاهلي والسلام، ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق. من ضمن كمان الاخبار الشناوي النهارده شارك في كل التدريبات، هو التمرين الاخير اللي كان قبل اليومين الراحه كان شارك ما عدا فقره اخيره في المران يعني، لكن النهارده شارك في كل فقرات التدريبات الخاصه بحراسه المرمى المختلفه بشكل جيد بدون اي شكوى، لان هو شفي تماما الحمد لله من اصابه الشد في العضله الخلفيه، وبعد ما ادى برنامجه التاهيلي والبدني فبالتالي اصبح جاهز تماما للمشاركه في المباريات. ويعني الرؤيه يعني مطروقه طبعا لمستر بيتسو موسيماني، هل يعني يتريث شويه في مشاركه الشناوي ويجهزه بس لمباراه صن داونز، ولا يبتدي بيه مباراه بكره؟ ده اللي هنعرفه ونشوفه ان شاء الله من خلال التشكيل الرسمي اللي هيعلن قبل المباراه بساعه. تعالوا نروح بقى لمحمد عبد المنعم. النهارده بيأدي جلسه علاج طبيعي، محمد كان تعرض لكدمه قويه في الراس في مباراه الهلال السوداني، فبالتالي كان في يعني قرار وتوجه انسب بالنسبه للاعب، وهو ان يكون في راحه ويكون عنده بعض التدريبات في الجيم. وهو كده كده بخلاف الكدمه اللي في الراس دي، محمد عبد المنعم بصراحه
الفترة اللي فاتت عمل مجهود يعني قوي جدا مع منتخب مصر، كان عنصر أساسي بعد إصابة الونش الفترة، فبالتالي الولد ما شاء الله عليه ركب وبقى ممتاز جدا. وبالتالي كمان بعد ما انضم للأهلي في كأس العالم للأندية شارك، وماتش الهلال كمان السوداني شارك، فأكيد محتاج لراحة لأنه أكيد عنده إجهاد، لكن هيكون جاهز بنسبة 100% بإذن الله تعالى لمباراة صن داونز يوم السبت اللي جاي. كابتن سيد عبد الحفيظ كمان النهارده قال أسباب غياب أيمن أشرف عن التدريبات الجماعية، وأيمن اشتكى من آلام في الركبة، فبالتالي فضل الجهاز الفني ان يتم اراحه ايمن ومتابعه حالته خلال الايام القليله المقبله. وبعد مباراه الغد باذن الله الاهلي يكون وفق فيها وفاز، هيتم يعني معرفه مدى امكانيه لحاق ايمن اشرف بمباراه صن داونز. ان شاء الله هيلحق لان الاصابه بسيطه. طيب علي معلول احد العناصر المهمه جدا والبارزه جدا في صفوف النادي الاهلي على مدار 6 سنين فاتوا، كان عنده يعني اجهاد خفيف في السمانه، عضله السمانه، فبرضه تم تفضيل راحته، وده اعتبروه من ضمن كمان ايه الروتيشن اللي بيعمله مستر بيتس موسيماني، ان بتريح محمد عبد المنعم، ايمن اشرف حتى لو اصابه خفيفه، كمان علي معلول والاصابه بتاعته الحمد لله خفيفه، وان شاء الله هيكون جاهز لمباراه صن داونز، فاكتفى بتدريبات في الجيم. من ضمن بقى الاخبار والامور المهمه جدا جدا اللي تبين لك الاهلي ازاي بيشتغل كويس على كل المستويات، هو خبر اعاره ثنائي النادي الاهلي مغربي محمد مغربي ومحمد ياسر لاعبي قطاع الناشئين بالنادي. ومغربي شفناه طبعا في كاس الرابطه ادى بشكل جيد وشارك في مباراه في كاس العالم للانديه، ياسر برضو شارك في مباراه في كاس الرابطه، فالاثنين واعدين لعيبه بروميسنج جدا جدا لمستقبل النادي الاهلي. فأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي أعلن إعارة ثنائي الفريق لنادي تبليتسا التشيكي لمدة موسمين ونص، ويحق للنادي الأهلي إن بعد الموسم الأول يقطع الإعارة في حالة احتياج الأهلي للاعبين أو للاعب واحد فيهم، يعني ده ضمن بنود العقد، وده طبعا وفق الاستراتيجية اللي ماشي بيها النادي الأهلي بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وموافقه لجنه التخطيط للكره والكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين، وده المنح فرصه اكبر لعدد اكبر من شباب الاهلي الاحتراف في الدوريات الاوروبيه. وبصراحه خطوه مهمه جدا ومميزه من النادي الاهلي، احنا عارفين الاهلي سباق في كل شيء، يعني الاهلي بيستغل علاقاته المميزه مع الانديه في اوروبا بدايه بانديه الدوري التشيكي، وشفنا تجربه قبل كده لاحمد عبد القادر راح لعب هناك فتره ورجع على النادي الاهلي وطلع اعاره لسموحه، وشفنا احمد عبد القادر عامل ازاي دلوقتي ما شاء الله عليه لعيب جامد جدا، فالاثنين باذن الله هيمشوا على نفس النهج، ممكن بالمناسبه يتم تسويقهم بشكل او باخر في احدى الدوريات الاوروبيه، فبرضه ده هيعود بالنفع على النادي الاهلي، ده امر مؤكد. فدي سياسه بتتبع في النادي الاهلي مؤخرا وبقالها فتره في الحقيقه بشكل كويس بتنسيق مميز، وعايز احيي فيها بالتحديد لان احنا مثلا الناس مركزه مع امير توفيق شويه في حته التعاقدات للصفقات هنجيب مين كلام من ده، الناس مش مركزه او مش واخده بالها ان امير توفيق مدير اداره التسويق في النادي الاهلي كمان بيقدر ازاي يسوق لجوانب كتير جدا تتعلق بالنادي اولا وجوانب كتير جدا تتعلق بكره القدم تحديدا، فبينجح في الحاجات دي بصراحه فما شاء الله عليه شيء جيد، ده خبر بصراحه مميز. طيب ده كان فيما يتعلق بالنادي الاهلي. قبل ما اروح لفاصل بقى في حاجه بتتعلق بمنتخبنا الوطني، واحنا الفتره اللي جايه اكيد هيبقى مركزين بعد ما الماتشات اللي تخلص الماتشات الخاصه بالاهلي في بطوله الدوري ودوري ابطال افريقيا هيبقى مركزين بشكل قوي جدا جدا مع منتخبنا، لان ده اهم شيء بالنسبه لكل الشعب المصري. ففي يعني حاجه عجبتني قوي لازم نقف عندها ولازم نتكلم عنها بصراحه، وهو ان كيروش المدير الفني لمنتخب مصر انتقدناه بصراحه كتير جدا قبل كده بعد مباراه نيجيريا تحديدا، والراجل مع الوقت ابتدى يفهم ايه اللي مطلوب وايه طموحات جماهير الكره المصريه، وعلى الاساس ده ابتدى يشتغل، وعلى الاساس ده كمان النتائج جت بشكل كويس ما وفقناش في نهائي كاس الامم الافريقيه يعني. فهو قرر ايه؟ قال لك يا جماعه انا عايز عناصر الجهاز الفني اللي معايا يروحوا تدريبات الانديه اللي احنا بناخد منها لعيبه او مختلف الانديه في الدوري المصري، التدريبات يعني احنا متعودين دايما الجهاز الفني بتيجي عليه اللقطه كده المخرج يروح جايب اللقطه على الجهاز الفني وهو بيتفرج على الماتشات في الدوري او ماتشات الانديه المصريه في افريقيا في الماتشات بس، لا في قرار جديد ومختلف ومميز بصراحه
هو ايه؟ انك لازم كجهاز فني روح معلش تابع كده التدريبات، اقف على مستويات اللاعبين مدى جاهزيتهم البدنيه والفنيه عشان نبقى ايه جاهزين كده، ومعانا تقارير اول باول نختار من خلالها القائمه اللي بتتعلق بمنتخبنا في ماتشين السنغال، اهم ماتشين بالنسبه لنا خلال الفتره الحاليه اللي باذن الله يأهلونا لكاس العالم. فالاشاده كل الاشاده بصراحه بكيروش والجهاز الفني في اتخاذ هذا القرار المميز، وواضح ان هم مركزين وعارفين المسؤوليه الكبيره الملقاه على عاتقهم، فبرضه بيشتغلوا بالشكل اللي باذن الله يحقق اهداف الشعب المصري كله، وان شاء الله يكونوا موفقين ويوصلونا كاس العالم المره الثانيه على التوالي والرابعه في تاريخ مصر اعتقد، الرابعه في تاريخ مصر، فان شاء الله باذن الله ربنا يوفقهم كلهم. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نتكلم في بعض الأخبار اللي اتقالت على الأهلي في السوشيال ميديا ونوضح كل الحقائق، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، خلينا نشوف ايه اللي اتقال على الأهلي في السوشيال ميديا والحسابات الرسمية المختلفة بالتحديد، ونشوف ايه الاخبار يعني ونعلق عليها ونوضح للناس لان دي امور كلها مهمه في الحقيقه. حساب في الجول على تويتر قال لك خبر في الجول، الاتفاق بين الاهلي وموسيماني على تجديد التعاقد لمده عامين اقترب للغايه. انا بحترم جدا الاجتهاد، يعني ناس تجتهد وبتحاول تجيب خبر، فدي حاجه ايجابيه بصراحه لازم نحييهم عليها. التفاصيل مش هقرا التفاصيل ومش هتكلم فيها، فبالتالي انتم منتظرين ان احنا مثلا نقول لحضراتكم تفاصيل جديده في الملف ده. التفاصيل مش هنتكلم فيها تمام، لكن الامور ماشيه في الجانب الايجابي، الامور ماشيه في الجانب الايجابي، اكتر من كده مش هنقدر نعلق. ليه؟ لان الاهلي دايما احنا عارفين السياسه بتاعته، كل حاجه لما بيتم اما تخلص رسمي بيتم الاعلان عنها رسمي من خلال الموقع الرسمي للنادي وقناه النادي الرسميه. وبالمناسبه خليني استعير يعني كلمه شهيره قوي للمهندس احمد مجاهد، يعني ان ليس كل ما يعرف يقال، يعني ليس كل ما يعرف يقال، اشمعنى احنا ما نقولهاش؟ فعادي يعني مش هنقول كل تفاصيل، لكن في كل الاحوال خلينا ننتظر الخبر الرسمي حسب ما الامور تخلص باذن الله، لكن زي ما قلت لحضراتكم في الاتجاه الايجابي الاقرب. يعني اليوم السابع حسابهم على تويتر، الاهلي يطالب موسيماني بتقرير عن ميكيسوني تمهيدا لتنفيذ قرار الاستغناء، يعني على اساس طبعا كامل الاحترام للزملاء في اليوم السابع، لكن على اساس ان خلاص القرار اتاخد. والله يا جماعه القرار لسه ما اتاخدش، سواء ببقاء لاعب او رحيل لاعب ايا كان مين اسمه هو. يعني ميكيسوني موجود في قائمه الاهلي بكره في ماتش المقصه، فده معناه ايه؟ معناه ان هو ما فيش قرار خاص برحيله، فكل اللي بيتقال ده اجتهادات واستنتاجات، مش اجتهادات، هي استنتاجات، وده الاقرب. ليه بقى؟ لان الناس دايما بتبقى يقول لك ايه ده ميكيسوني ما بيلعبش كتير، ميكيسوني حتى ما بيشارك ما مش موفق مش بيلعب، فده الراجل ده هيمشوه ويجيبوا اجنبي غيره. الامور في الاهلي ما بتتاس كده خالص خالص، يعني بيبقى في تقييم على مدار الموسم، تقارير من لجنه التخطيط والجهاز الفني بقياده موسيماني، فعلى اساس ده بيتم اتخاذ القرار الانسب لمصلحه النادي، مش مجرد حاجه قرار كده وخلاص. يعني قرار استغناء عن لاعب او تعاقد مع لاعب مش قرار سهل، لازم يبقى فيه دراسه وفيه. ميكيسوني خلال الفتره الجايه بنامل ان باذن الله نشوف اللعيب الجامد اللي شفناه مع سيمبا في دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت، يعني هو عنده الامكانيات بالمناسبه، لكن مفيش اي تقرير حتى الان ومفيش اي قرار باستغناء عن اي لاعب بما فيهم ميكيسوني. خلينا نروح للوطن سبورت، والوطن برضو الناس بتحاول تجتهد، لكن في نفس الوقت في حاجات بتبقى منطقيه وحاجات غير منطقيه بصراحه. يعني تفاصيل جلسة موسيماني مع محمد هاني بسبب منتخب مصر، هما بيقولوا في متن الخبر ان يعني محمد هاني قعد مع موسيماني قال له بعد اذنك ما تقعدنيش الفترة الجاية عشان عايز ارجع منتخب مصر. فالكلام ده مش موجود في الاهلي، او الكلام ده مش منطقي. وبالمناسبة محمد هاني مش محتاج ان هو يطلب طلب زي ده، الراجل ماشي بشكل كويس، ادى كاس عالم ممتاز زي ما اداه السنة اللي فاتت بصراحة، كان ممتاز برضه. فترة باعد شوية ما كانش موفق، لما رجع اثبت تواجده، هو لعيب كبير ولعيب مميز، فمش محتاج ان هو يطلب من الجهاز الفني. والقصه دي مش بتبقى موجوده، يعني لعيبه الكوره نفسهم يقول لك صعب قوي ان اللعيب يروح يقول للجهاز الفني ما تقعدنيش او خليني في الملعب عشان عايز اروح المنتخب. لا، هو بصراحه في تركيز من المنتخب مع محمد هاني واكتر من عنصر كمان، لكن محمد هاني موجود مع الفرقه وظهير ايمن مميز، وباذن الله يحافظ على ادائه الفتره الجايه، وهو ده مفتاح انضمامه لمنتخب مصر. لكن مشاركته او لا دي قرارات جهاز فني محدش يقدر يتدخل فيها بما فيهم اللاعبين، وده امر مؤكد، فبالتالي خبر غير منطقي شويه.
نروح لحساب بوابة الأهرام على تويتر، بيقولوا عمار حمدي يؤدي برنامجه التأهيلي في قطر بعد جراحة الرباط الصليبي غرار ما حدث مع أكرم توفيق. الأمور هتبقى زي ما هي، وإن شاء الله بإذن الله يعود الثنائي سريعا لقائمة النادي الأهلي. قدامهم فترة طبعا، الرباط الصليبي مش سهل، فالموضوع هيبقى يعني لسه شوية. في نفس الإطار، سبورت 360 على تويتر قالوا إدارة النادي الأهلي تدرس رفع كل من أكرم توفيق وعمار حمدي من قائمة الفريق بسبب إصاباتهم بالرباط الصليبي. ده أمر منطقي أو خبر منطقي وارد حدوثه يعني، بس القرار في الأول وفي الآخر بيبقى للجهاز الفني، لأن الإصابة زي ما قلت لحضراتكم إصابات طويلة، إصابات الرباط الصليبي دي يعني من 6 لـ9 شهور يعني. خلينا نروح لكرة بلس، والأهلي يحسم موقف أليو باجي نهاية الموسم. ده صح 100%، خبر صحيح 100%. أليو باجي ماشي بشكل كويس جدا مع فريق أميان الفرنسي، وبيحرز أهداف بغزارة ومتألق، وأحد أبرز اللاعبين في دوري الدرجة الثانية الفرنسي بصراحة. في حتة عودته أو لأ، دي هيتم اتخاذ القرار فيها مع الاقتراب من نهاية الموسم. احنا لسه بدري، احنا في نص الموسم أو حتى في بدايته يعتبر هنا في مصر وفي أفريقيا، لأن أنت لسه لعبت 7 ماتشات بس في الدوري، لسه عندك أفريقيا، لسه الموسم طويل يعني. فالقرار هيتم اتخاذه بشكل رسمي مع اقتراب نهاية الموسم، سواء بعودة اللاعب أو لأ، لكن هو بصراحة ماشي بشكل كويس. لكن الأدرى دايما الجهاز الفني ولجنة التخطيط في النادي هم الأدرى بالقرار الأنسب. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات حلقة الترند النهاردة. استنونا. تعالوا نتكلم عالمي شويه ونشوف اخر الاخبار العالميه، وبالتحديد الاخبار اللي تتعلق بنجمنا المصري الكبير والعالمي برضو محمد صلاح. فنبتدي بحساب كوره بلس على تويتر، واللي بيقولوا ان الملك المصري في التشكيل المثالي للجوله 26 من الدوري الانجليزي. طبعا بعد الهدف الرائع والاداء المميز، بالمناسبه مش هدف بس، قدام نوريتش سيتي واللي فاز فيها مباراه ليفربول ونوريتش، اللي فاز فيها ليفربول بنتيجه 3-1، احرز صلاح الهدف الثاني وماني الهدف الاول، والهدف الثالث اللاعب الجديد يا جماعه دياز، دياز برده كان هدف مميز. فبالتالي هقول لحضراتكم التشكيله الخاصه بالجوله 26 للدوري الانجليزي. في حراسه المرمى اليسون بيكر حارس ليفربول اللي عمل اسيست محمد صلاح في الهدف الثاني. خط الدفاع هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد بعد الهدف اللي احرزه في مباراه الامس امام ليدز يونايتد، في مباراه انتهت فوز مانشستر بنتيجه 4-2 بعد ما كان مانشستر كازرين 2-0، فتعادلوا في دقيقه واحده بس، ليدز جابوا جونين وبعد كده مانشستر قدروا ان هم يجيبوا جونين تانيين. انطونيو روديجر احد افضل مدافعين في العالم طبعا، مدافع تشيلسي في التشكيله برضو. كريج داوسون مدافع ويست هام، ده في خط الدفاع. خط الوسط بوكايو ساكا نجم ارسنال، برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد، ايميل سميث رو طبعا احد ابرز نجوم ارسنال هذا الموسم، وديان كلوزوفسكي لاعب توتنهام والوافد الجديد للفريق. خط الهجوم هيون مين سون نجم توتنهام، وهاري كين اللي جاب ثنائيه في مانشستر سيتي، ومحمد صلاح طبعا نجم ليفربول. يعني كتير من عناصر توتنهام تقريبا 3 لعيبه، لان عملوا مباراه كبيره قوي قوي قدام مانشستر سيتي في الجوله اللي خلصت يعني. طيب خلينا نروح لخبر اخر، وهو بيتعلق ايضا بمحمد صلاح. ده من اليوم السابع على تويتر، محمد صلاح يعتلي صداره هداف الدوري الانجليزي بعد انتهاء الجوله 26. جايب كام جون؟ جايب 17 هدف. وبصراحة هو مش هيبقى جديد لو صلاح خد هداف الدوري الانجليزي، خدها مرتين قبل كده يعني، اول موسم ليه ب 32 هدف وتاني موسم ليه ب 22 هدف، كان متساوي مع اوباميانج وماني. فبالتالي ان شاء الله هو قريب السنه دي ان هو ياخد يعني هداف الدوري الانجليزي المره الثالثه في تاريخه في الدوري الانجليزي. لكن احنا نفسنا، هي امنيه صعبه شويه يعني، بس نفسنا ان هو ياخد الحذاء الذهبي كافضل هداف في اوروبا. صعبه ليه؟ لان ليفاندوفسكي الراجل ماشي مع نفسه شارخ يعني، جايب 28 لحد دلوقتي 28 جون في الدوري الالماني، مع طبعا وضع في الاعتبار فرق المستويات ما بين الدوري الانجليزي والالماني والصعوبه الكبيره في الدوري الانجليزي عكس الدوري الالماني، لكن هو هداف بصراحه ليفاندوفسكي يعني. فبالتالي هو 28 هدف صلاح 17 بس، فالامور فيها صعوبه شويه، لكن ممكن ليه لا، لسه في عدد من المباريات في الدوري الانجليزي، اعتقد 26 جوله اتلعبوا، ناقص لهم بتاع حوالي 12 جوله،
فوارد جدا في ظل تألق وتوهج صلاح هذا الموسم. طيب خلينا نروح لحساب المصري الرياضي على تويتر واللي بيقول الأكثر حسما، محمد صلاح وكريستيانو رونالدو يتقاسمان رقما تهديفيا في الدوري الإنجليزي. ايه هو الرقم؟ ان هم قدروا ان هم يحققوا او يحرزوا هدف الانتصار في 5 مباريات هذا الموسم لكل واحد فيهم. يعني صلاح قدر في 5 مناسبات أو 5 مباريات في الدوري الانجليزي ان هو يجيب هدف الفوز لفريقه، اخرهم مباراه نوريتش، حتى لو خلصت 3-1 بس هو جاب الهدف الثاني، هدف التقدم يعني. فبالتالي صلاح يعني ساهم في كده في كام ماتش؟ 5، اللي هم ليدز يونايتد، استون فيلا، ايفرتون، نوريتش، ونيوكاسل. في المقابل رونالدو جايب اهداف حاسمه ايضا قادت مانشستر يونايتد للفوز امام كل من نيوكاسل وتوتنهام هوتسبير وارسنال وبرايتون ونوريتش سيتي. فاحنا بصراحه مبسوطين ان اسم محمد صلاح دايما موجود في الارقام القياسيه وفي الحاجات اللي دايما تبين قد ايه ان احنا لعيبتنا المصريين، مش بس محمد صلاح، لعيبتنا المصريين بكواليتي كويس جدا، محتاجين بس شويه التزام وعقليه تماثل عقليه محمد صلاح عشان يوصلوا للليفل ده وللمراحل المميزه المتقدمه دي في الكره العالميه. طيب خلينا نكمل ونشوف بعض الاخبار الاخرى في الجانب العالمي. ده حساب في الجول، ملكه افريقيا يصنعان التاريخ في انجلترا، محمد صلاح وساديو ماني اصبحا الثنائي الاكثر تسجيلا بمباراه واحده في تاريخ الدوري الانجليزي. صلاح وماني سجل سويا في نفس اللقاء ب 30 مباراه مختلفه، يعني من ساعه ما صلاح انضم لماني في ليفربول في 30 ماتش الاثنين جابوا فيهم اهداف، فده رقم كبير وثنائيه مميزه. حتى لو احنا شايفين كلنا او ملاحظين ان هم مش بيباصوا لبعض كتير، مش عارف ده يعني هي ظروف الماتش بتبقى كده ولا الموضوع ايه، لكن المهم ان ليفربول بتكسب يعني، والاثنين طبعا عاملين نتائج مميزه وارقام مميزه جدا مع الريدز. خلينا كمان نروح لحساب سكواكا للاحصائيات على تويتر واللي بيقول ان محمد صلاح في مباراه نوريتش سيتي قام بلمس الكره داخل منطقه الجزاء 20 مره، متخيلين 20 مره ده عدد كبير جدا جوه منطقه الجزاء، ده ان دل يدل على مدى فعاليه محمد صلاح بصراحه على المرمى يعني، ومدى خطورته في التواجد في الاماكن القويه يعني، وثقه طبعا اللعيبه في التمرير اللي في مناسبات كثيره جدا. وده اكبر عدد من اللمسات للاعب في مباراه واحده بالدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، رقم من ضمن الارقام برضو الجيده. طيب تعالوا ناخد اخر خبر معانا في الترند العالمي، هو بيتعلق بكيروش وطبعا كمان رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق، واللي قال تصريح مهم جدا اتكلم فيه على كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني، واللي قال كيروش نجح في إظهار أن كرة القدم المصرية تمتلك إمكانيات جيدة وسوف ينجح في الصعود مع الفراعنة إلى كأس العالم، لذا أنا أشجعه. وإحنا عارفين أن يعني تزامن تواجد الاثنين في ريال مدريد، رامون كالديرون كان رئيس ريال مدريد في الفترة على ما أتذكر يعني، لو المعلومة بقولها صح، في الفترة اللي كان متواجد فيها كارلوس كيروش أعتقد في 2004 مع ريال مدريد، فبالتالي هو عارف إمكانيات المدرب كويس جدا وبيقول أنا بشجعه وشايف هو إن هينجح بإذن الله إنه يقود مصر في التأهل لكأس العالم، رغم إن الماتشين صعبين قوي بصراحة والواحد قلقان منهم جدا من الماتشين يعني، لأن أنت بتلعب السنغال فرقة ممكن تتفوق عليك نفسيا بشكل نسبي، لأن أنت في نفس الوقت وصلت معاهم أوقات إضافية، ضربات الجزاء الترجيحية وارد كده وارد كده، فبالتالي هما نفسيا راكبين شويه، كسبوك في نهائي كاس الامم الافريقيه، لكن مش مقياس او معيار يتم الاستناد عليه يعني، والكره ما فيهاش ثوابت زي ما احنا عارفين، لكن في نفس الوقت امكانيات الفرقه دي منتخب السنغال ده، لما تتكلم على ساديو ماني، لما تتكلم على ادوارد ميندي حارس المرمى الاحسن حارس في العالم، تتكلم على كاليدو كلوبالي، تتكلم على عناصر كتير جدا صار، على ناس كتير قوي 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 موجوده، اسماء كتيره يعني، كلها اسماء مهمه وقويه وعندهم يعني جانب بدني وفني وسرعات ممتازه، وشفنا الكلام ده في مباراه مصر والسنغال كاس الامم الافريقيه، وهم بصراحه بقى لهم نسختين في كاس الامم بيوصلوا المباراه النهائيه، مره خسروا قدام الجزائر ومره كسبونا احنا في النهائي الاخير، فماتشين صعبين. انا نفسي في ايه؟ شيء بشيء يذكر يعني، نفسي ان احنا الماتش الاولاني بس في مصر لو جبنا 2-0 يا سلام يبقى حاجه تحفه، 1 مش وحش، المهم ما يدخلش فينا اهداف، المهم ما نستقبلش اي اهداف في مباراه الذهاب اللي هتكون يوم 25 باذن الله في استاد القاهره اللي هيكون ممتلئ
بالجماهير المصريه ان شاء الله باذن الله. فخطوه ناخدها واحده واحده، بعد كده بنفكر في مباراه الاياب على حسب نتيجه مباراه الذهاب، لكن عندنا ثقه كبيره في الجهاز الفني واللاعبين ان شاء الله يفرحونا. ده كان الترند العالمي واللي كان فيه اخبار بالتحديد يعني كانت تتعلق بنجمنا المصري محمد صلاح. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع ناخد اخر فقرات الحلقه. استنونا. طيب سؤال الحلقه النهارده كان ايه توقعات حضراتكم لتشكيل الاهلي في مباراه الغد، وهل ممكن يكون في تغييرات في التشكيل ولا لا على اخر عن اخر مباراتين؟ تعالوا نشوف حضراتكم توقعتوا وقلتوا ايه. نبتدي بمحمود نادي، ماشي، قال تغييرات طفيفه من وجهه نظري، لطفي معلول لو مش جاهز، وحيد مش جاهز، وعبد المنعم مش موجود، التشكيل كله غلط، ياسر ابراهيم، هاني، ديانج، فتحي، افشه، عبد القادر، طاهر، شريف. اوكي خلينا ناخد كمان تعليق اخر من اسامه غازي، اكيد لازم يكون في تغيير وذلك تفاديا للاجهاد. التشكيل المتوقع شناوي، ايمن مش موجود، ياسر، وحيد، كريم، فؤاد، يانج، سوليا، افشه، حسين، عبد القادر، شريف. اوكي خلينا ناخد تفاعل اخر من مجدي غابوش، اتوقع عدم مشاركه ايمن فعلا، وعلي معلول طبعا مش موجود برضو، عبد القادر موجود، عبد المنعم مش موجود، وهيشارك مكانه محمود وحيد وقفشه وربيعه. واضح يا اما هو كان شاف القايمه يا اما ايه هو متوقع صح. نبتدي او ناخد كمان نكمل بمو محمود، قال اتمنى يريح سوليه وحمدي فتحي وعبد القادر ومعلول وعبد المنعم، عارف انهم هيأثروا جامد بس في ماتش صعب السبت، اتمنى التوفيق ويدي فرصه لزياد طارق. ماشي اخر تعليق معانا محمد حماده، قال من وجهه نظري اعطاء بعض الشباب فرصه مع اراحه بعض اللاعبين لعدم تعرضهم للاجهاد بسبب ضغط المباريات، وجهه نظر، لكن في نفس الوقت احنا عايزين ناخد الدوري. هي معادله صعبه بصراحه عند الجهاز الفني، الله يكون في عونهم في التعامل مع مثل هذه الظروف، ضغط الماتشات والاجهاد والكلام من ده، موضوع صعب شويه، لكن انت في نفس الوقت بيبقى عندك اولويات وعندك اهداف بتحاول تحققها وعندك طموحات انت يعني في كل مناسبه عايز توصل لها، فبالتالي هنشوف الجهاز الفني هيعمل ايه. الاهم في الاخر ان الاهلي يكون موفق ويكسب ايا كانت ايه الظروف، حتى لو الظروف صعبه احنا اكيد جمهور النادي الاهلي متفاهم الجزئيه دي جدا، فبالتالي الامر كله متروك للجهاز الفني، هم ادرى بكل شيء وعندنا ثقه كبيره طبعا، مش محتاجين ان احنا نتكلم عن الجهاز الفني، اللي الناس دايما بتحاول تستغل اي فرصه للانتقاد و للتجريح في الجهاز الفني، لكن الناس بيردوا من خلال المباريات في الملعب ومن خلال الانجازات والالقاب والبطولات. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج. وقبل ما اختم اكيد بتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه بكره امام المقصه، ان شاء الله يفرحوا جماهير النادي الاهلي من خلال انتصار مهم في بطوله الدوري. الى اللقاء.